كل حاجه بنشوفها بره بتبقى موجوده عندنا هنا دلوقتي. بالظبط، يعني احنا محتاجين لما يبقى في خطا نشوف ازاي ان احنا نقلل الاخطاء، والطريق يعني الاخطاء عليه كتير حدث ولا حرج. فاحنا فكره اللاصق الالكتروني ده هو يعني من وجهه نظري المتواضعه هو اختراع في البدايه طبعا هدفه ان هو حمايه المواطن وسياره المواطن. الاجراء بيبدا ازاي؟ وحضرتك بتروح تجدد او بتروح ترخص من يعني سياره جديده، بيبقى هتلاقي مندوب الشركه اللي هي المعنيه بالملصق الالكتروني، هتلاقيه موجود وبيلزق لك اللاصق الالكتروني على الزجاج الامامي لسيارتك. طيب ايه فوائد اللاصق الالكتروني؟ في فوائد كتيره جدا وليها ابعاد كمان كتير. يعني اللاصق الالكتروني ده في البدايه كده لو لا قدر الله سيارتك اتسرقت بسهوله جدا، لانه اللاصق الالكتروني ده فيه شريحه ذكيه هيساعد اجهزه الامن ان هي تتتبع السياره بتاعتك وتوصله في وقت يعني قصير جدا. حاجه تانية، لو في حادثه على الطريق اللاصق الالكتروني ده عشان فيه شريحه ذكيه هيسمح وهيتيح لاجهزه الشرطه ان هي تعرف مين صاحب الخطا الرئيسي في الحادثه اللي حصلت على الطريق، وبالتالي لما تيجي تطلع محضر هيبقى مثبت مين صاحب الخطا الرئيسي، وده هيساعد اكيد في الجزء الامن التامين والحاجات اللي هي ما شابه ذلك. جزء اخر طبعا لو حضرتك تجاوزت السرعه خلاص هتجيلك رساله فوريه بتقول لك انك تجاوزت السرعه او اخترقت قانون او قواعد المرور في المكان الفلاني الزمن الفلاني وقيمه الغرامه كذا. فبالتالي الملصق الالكتروني ده هو هيبقى عباره عن الصندوق الاسود لسيارتك، كل حاجه هتبقى مربوطه بيه، تحركات، طبيعه السياره، كل حاجه هتلاقيها موجوده جوه الملصق الالكتروني ويبقى مربوط بقاعده بيانات. فالموضوع هيبقى الكتروني، هيبقى اسرع، هيبقى ادق باذن الله في الفتره اللي جايه. وفي فوائد تانية كتير ولا ايه؟ وهيتيح كمان لاجهزه الامن ان هي تنشا حاجه اسمها نظام الي او نظام ذكي، ده هيقدر ان هو يساعدها على متابعه او الجانب الامني بقى، ان هو يتتبع اي سياره مطلوبه امنيا، اي سياره منتهيه التراخيص بتاعتها. هيبقى ده هتبقى اليه هتقدر تساعد اجهزه الشرطه ان هي تحقق الجانب الامني على الطريق باذن الله. ده الى جانب انه التطبيق بقى، فكره انك انت هتطبق قواعد المرور وتسجيل المخالفات او اي تجاوز للمرور، هتلاقي ده كل ده مسجل الكترونيا بطريقه موحده بتطبق على كافه المواطنين بانحاء الجمهوريه دون استثناء. فده يعني بياكد وبيثبت مبدا سياده القانون. مش بس كده، كمان السيارات اللي انتهت فتره السماح بتواجدها داخل البلاد كمان ده هيقدر هيساعد او هيتيح لاجهزه الشرطه ان هي تتتبع ده من خلال المنافذ الجمركيه، ناهيك طبعا عن او الى جانب كمان اللي هي السيارات اللي هي خاصه بالمنطقه الحره. كل ده هيبقى مربوط بقاعده بيانات للسيارات، وهيبقى الموضوع اسرع وادق زي ما قلت لحضراتكم، وهيفيدنا في كل حاجه. زي ما داليا قالت، يعني لما تبقى انت خلاص اجهزه الشرطه عارفه ان المنطقه الفلانيه دي كل يوم عليها كثافه مروريه عاليه، وكل ده ظاهر عنده على نافذه مثلا افتراضيه بيقدر يشوف ده، هيقدر ياخد قرارات. يبقى احنا محتاجين نحسن الطريق ده او نوجد حلول علشان الموضوع يبقى افضل، بالتالي يبقى في تدفق مروري. يعني ابعاده كتيره جدا ان شاء الله هنحس بفايده على مر كده الشهور اللي جايه او السنين اللي جايه باذن الله، هتحسوا باختلاف باذن الله من خلال الملصق الالكتروني.